مشاهدينا الكرام، اهلا بكم في موعد جديد من مجالاتكم الرياضيه اليوميه، قناه ميديا تي في ملاعب، وفيها سنوافيكم باخر مستجدات الصحه الرياضيه الوطنيه والدوليه. البدايه وكما العاده ستكون بابرز العناوين. المنتخب المغربي يواصل تحضيراته بمراكش استعدادا لمباراه الجوله الرابعه من تصفيه كاس افريقيا للامم امام الكاف فير، وعينه على ضمان التاهل المبكر. وفي بطولة اتصالات المغرب، فريق الرجاء البيضاوي يصعد للمركز الثاني عقب عودته بفوز هام وبثلاثية من قلب ملعب المغرب الفاسي. وفي مباراة من دون جمهور، المغرب التطواني يعمق من جراح الكوكب المراكشي ويحقق فوزا في الأنفاس الأخيرة. بأبرز العناوين، لكن طبعا هناك العديد من المواضيع الأخرى، وقبل الخوض في تفاصيل أرحب باسمكم مشاهدينا بمحلل قناة ميديان تي في المدرب والإطار الوطني محمد أمين بن هاشم. أمين، أهلا بك. أهلا بسام وأهلا مشاهدي الكرام. إذا البداية مشاهدينا ستكون وكما العادة بفقرة ميادين، وفيها جولة سريعة في مختلف الملاعب الرياضية المحلية والدولية. إذن يواصل المنتخب المغربي لكرة القدم بمدينة مراكش استعداده للمواجهة التي ستجمع يوم غد الثلاثاء بمراكش مع منتخب الرأس الأخضر برسم الجولة الرابعة من تصفية كأس أفريقيا للأمم الجابون 2017، ويعول أبناء المدرب إيرفي غوناغ على الفوز بمباراة الغد من أجل ضمان التأهل لنهائيات، حيث يتصدر المنتخب المغربي الآن المجموعة السادسة برصيد 9 نقاط متبوعا بالكاب فير الذي لديه 6 نقاط في المركز الثاني، فساو تومي وبرينسيبي صاحب المركز الثالث ب3 نقاط، وأخيرا المنتخب الليبي في المجموعة في أسفل الترتيب المجموعة ب0 نقطة. وللمزيد حول تحضيرات المنتخب لمباراة الغد، معنا مباشرة من مراكش موفد قناة ميديان تي في الزميل نوفل العاملة. نوفل، أهلا بك. أولا الحمد لله على السلامة، حطت طائرة كاب فير قبل قليل، ما جديد المنتخب الوطني على بعد يوم واحد من مباراة الرأس الأخضر؟ مرحبا بسام والله يسلمك، وتحية أيضا الأمين بن هاشم. يعني جديد المنتخب الوطني هو أنه سيخوض حصة تدريبية مساء اليوم 7 بالتوقيت المحلي على أرضية ملعب مراكش الذي سيحتضن المباراة. في المقابل المنتخب الرأس الأخضر سيخوض الحصة التدريبية الأولى له والأخيرة أيضا على أرضية نفس الميدان. المنتخب الوطني أجرى حصة تدريبية يوم أمس، كانت حصة تدريبية لإزالة العياء إن صح التعبير، خاصة للاعبين الذين شاركوا بشكل رسمي، وحصة تدريبية مغايرة على المستوى التقني بالنسبة للاعبين الذين لم يشاركوا، ربما لكي يتعرف هيرفي رونار أكثر على قدرات اللاعبين الذين لم يشاركوا، وأيضا يضع اللمسات الأخيرة على التشكيلة الأساسية. هناك ربما خبر يعني شبه مؤكد على أن المهدي بن عطية لن يكون حاضرا في لقاء الغد، لأن إصابة المهدي بن عطية بعد الكشوفات التي أجريت له يوم أمس تحتاج لمدة علاج قد تستغرق 10 أيام، وبعملية حسابية المهدي أصيب في الحصة التدريبية ليوم الخميس الماضي، وبالتالي قد يغيب أيضا عن مباراة نادي بايرن ميونخ، لأنه لن يتشافى إلا ربما انطلاقا من بداية الأسبوع المقبل، أي سنتصل لمدة ربما اليوم الاثنين المقبل، وبالتالي لكنها ليست إصابة خطيرة أكيد، ولكن لا توجد حتى الساعة تأكيدات. بالنسبة للمنتخب الوطني أجواء أكثر من حماسية، حتى الاستقبال كان أكثر من رائع، واليوم يعني المعنويات مرتفعة والكل مصمم على انتصار وأيضا الـ3 نقاط التي قد تجعل المنتخب الوطني يتأهل بشكل رسمي لكأس الأمم الأفريقية ويكون أول المتأهلين. وبالتالي لا أريد الحديث بسام عن التشكيلة المحتملة، لأنه فعلا مع مدرب من طراز هيرفي رونار حرمت نهدر على التشكيلة الأساسية، لأنه بالفعل الرجل هو رجل المفاجآت، وبالتالي قد نقول أن المعطيات التي يمكن أن نتحدث عنها عن كتيبة أسود الأطلس أن هناك عدد من العناصر التي قد يحتاجها المدرب الفرنسي، كيونس بلهاند الذي لم يشارك كأساسي، مرابط الذي دخل فقط في دقائق معدودة في مباراة الذهاب، أيضا نتحدث عن حكيم زياش الذي قد يدخل المباراة كأساسي. أما على مستوى خط الدفاع، أعتقد بأن قناعات هيرفي رونار لن تتغير، لأن ما قدمه سايس وداكوستا في قلب دفاع المنتخب الوطني كان أداء أكثر من مثالي، وبالتالي لن يكون هناك تغييرات كبيرة. عبادي سيغيب لأن لديه إنذارين، وبالتالي هناك عدد من المتغيرات قد تكون أو تصل لـ3 تغييرات على التشكيلة الأساسية لا أكثر، ولكن
فيما يخص البدلاء الذين سيدخلون في المباراة بناء على النتيجة التي سيشهدها الشوط الأول وبداية الشوط الثاني. قد نقول بأنه قد يختبر أيضا فيصل فجر في وسط ميدان المنتخب الوطني، لأنه لاعب يتمتع بقدرات كبيرة جدا، وأيضا أرضية ملعب مراكش تساعده على التألق. بالهاندا ربما يكون من ضمن الكتيبة الأساسية، ربما يتم إجلاس سفيان بوفال لأنه مقتنع كثيرا بقدراته. بقي أن نشير بسام على أن تذاكر مباراة الغد بيع ربما أكثر من النصف لحد الساعة، وهناك نقاط بيع متنوعة، ونعلم أن مباريات المنتخب الوطني في مدينة مراكش تستهوي الكثير من الناس، ولكن نحن الآن في يوم عمل، يعني يتعلق الأمر بيوم الاثنين، يوم الثلاثاء أيضا يوم عمل، ولكن سيبدأ توافد الجماهير ابتداء من مساء اليوم. وكما قلنا أكثر من 50% من عدد التذاكر بيعت، هناك نقاط بيع تتوزع على الرباط العاصمة بملعب الفتح، أيضا ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، وملعب الحارثي هنا في مراكش، وبالتالي الفرجة مضمونة بإذن الله، وننتظر أداء يليق بسمعة الكرة المغربية، وأيضا أداء ربما يجعل الجمهور الوطني يقتنع بقدرات الناخب الفرنسي أو الثعلب هيرفي رونار، وأيضا بقدرات لاعبيه الذين قدموا أداء طيب في الرأس الأخضر، وينتظر منهم أن يكون هناك أداء أقوى، ولكن أيضا مع احترام نوعا ما لمنتخب الرأس الأخضر الذي لا يستهان به، ومنتخب يلعب بشكل جيد خارج الديار، وكم من مرة أحرج عدد من المنتخبات التي يحسب لها الحساب داخل القارة السمراء. بس نعم نوفل عاملة، كنت معنا مباشرة من مراكش، شكرا جزيلا لك. كرويا دائما، وصل فريق الرجاء البيضاوي عروضه القوية وحقق العلامة الكاملة للجولة الخامسة على التوالي، وهذه المرة على حساب مضيفه المغرب الفاسي، وبثلاثية نظيفة أمس في لقاء مؤجل عن الجولة العشرين من البطولة الاحترافية لانتصارات المغرب لكرة القدم. الفريق البيضاوي بعد شوط أول على إيقاع البياض تمكن من هذه شباك الماس في الدقيقة 55 عبر لاعب عصام الراقي، ثم أضاف عبد الإله الحافظ هدفين، الأول في الدقة 63 والثاني في الأنفاس الأخيرة من عمر اللقاء. الفوز التاسع للرجاء صعد به للمركز الثاني مؤقتا ب 34 نقطة، أما الهزيمة الثامنة للمغرب الفاسي فجمدت رصيده في 19 نقطة وظل في المركز ما قبل الأخير. في بطولة هذا الموسم 4 أهداف سجلها أكيد. وفي لقاء عن نفس الجولة فاز المغرب التطواني على ضيفه الكوكب المراكشي وبهدف في النظيف، وقع اللاعب يونس الحواصي قبل لحظات على نهاية المباراة. الفوز الثاني على التوالي والتاسع في الموسم جعل فريق الحمامة البيضاء يتقاسم المركز الثاني مع رجاء البيضاوي، أما الهزيمة التاسعة لفارس مدينة النخيل فأبقاه في المركز 14 برصيد 19 نقطة. واجه السربي نوفاك تشيكوفيتش الفائز باللقب 5 مرات واجه بعض المعاناة في المجموعة الأولى قبل أن يفوز على البرتغالي جواو سوزا في الدورة الثالث من بطولة ميامي للماسترز ثاني دورات 1000 نقطة، وجاء تأهل تشيكوفيتش عقب فوزه بمجموعتين 0-6-4 و-6-1 بعد 77 دقيقة من اللعب. وسيلعب تشيكوفيتش في الدور الموالي مع النمساوي دومينيك تيم الذي فاز على الياباني الصاعد من التصفيات يوشيهيتو نيشيكيوا بمجموعتين إلا شيء 6-2 و-6-2. وفي الدور ذاته تفوق تشيكي توماس بيرديتش المصنف السابع في البطولة تفوق على الأمريكي ستيف جونسون بمجموعتين لواحدة 6-3 6-7 و6-3. كما تغلب الفرنسي جيل سيمو على الكرواتي مارين سيليتش بمجموعتين لواحدة 6-3 6-7 و6-3. أقصي الإسباني دافيد فيرير المصنف الثامن في البطولة عقب هزيمته أمام الفرنسي لوكا بوي بمجموعتين واحدة 6-7 7-6 و7-6.
نعود للمغرب، وبعيدا عن ملاعب كرة القدم، شهدت مدينة بركان صباح أمس تنظيم نصف الماراثون الدولي للمدينة، والذي شهد مشاركة حوالي 3000 متسابق. وقد عرفت هذه التظاهرة تنظيم سباقين، الأول كان سباق 10 كيلومترات، والثاني هو نصف الماراثون، وشهد مشاركة عدائين وهواة مغاربة بالإضافة لرياضيين محترفين من العديد من البلدان العالمية. هذه التظاهرة الرياضية نظمتها جمعية بني زناس للتنمية التي يترأسها البطل العالمي السابق هشام القروج. صراحة السباق كان صعب، لأنه كانت هناك منافسة قوية من طرف العدائين الكينيين يعني، وصراحة يعني اخذت الإيقاع من في الكيلومترات، في الثلاث كيلومترات الأولى بعد ما التحقوا بي يعني في الكيلومتر 4 و5، ويعني وبقات الكوكبة مجموعة حتى 10 كيلومترات، وخذيت المبادرة يعني باش نحطم الرقم القياسي لهذا السباق هذا، والحمد لله الله وفقني وما خيبش الأمل ديالي. التوقيت ماشي في يعني ساعة 28 ثانية أو على ما أظن. وتشكر صراحة تشكر الناس، مدينة بركان والجمهور، كل من شجعني وشكرا. واليوم الرياضيين تاعنا صبحوا يحطموا الرقم القياسي للدورة وحصلوا على أحسن توقيت في المغرب. فيوم البارحة اللي كانت بطولة العالم نصف الماراثون تربح في 59 ثانية، واليوم احنا اليوم درنا سعاد المكنة، دونك كاين الفرق تاع بعض الثواني، هذا كيعبر على أنه المقمار يعني كل ما يمشي مع المضمار والمستوى نتاع الرياضيين كان في المستوى، ولهذا انا سعيد وسعيد جدا. التصريحات كانت لحسن العباسي الفائز بنصف الماراثون، وبطبيعه الحال لهشام القروش رئيس جمعيه بني زناس للتنميه. في الدوري الامريكي المحترفي كره السله NBA، تفوق واشنطن ويزرتس على مضيفي لوس انجلوس ليكرز ب 101 مقابل 88، فعلى ملعب ستيبل سنتر في ولايه كاليفورنيا برز في صفوف واشنطن جون وول الذي سجل 22 نقطه معها 13 تمريره حاسمه، بينما اضاف زميله مارسين جورات 16 نقطه. اما لدى ليكرز فقد برز انجيلو روسيل الذي سجل 22 نقطه معه كوبي براينت الذي اضاف 17 أخرى. وبعد هذه المباراة يحتل واشنطن المركز 10 في المنطقة الشرقية ب 36 انتصارا مقابل 37 هزيمة، ويبحث دائما عن ضمان المركز الثامن على الأقل المؤهل للبلاي أوف، بينما فقد ليكرز أي أمل في لعب هذا الدور هذه السنة، حيث يحتل المركز الأخير في المنطقة الغربية وهو صاحب ثاني أسوأ النتائج هذا الموسم في الـ NBA. كان هذا إذن آخر خبر في فقرة ميادين، ونذهب الآن لمناقشة ما جاء فيها رفقة محلل البرنامج المدرب والإطار الوطني محمد أمين بن هاشم. أمين، نتحدث عن مباراة المغرب وكاب فير اليوم غد. أمس تحدثنا رفقة مصطفى عن الجانب التكتيكي لمباراة السبت، اليوم نريد أن نتكلم عن الجانب الذهني في هذه المواجهة، إن في مباراة السبت أم في مواجهة يوم غد. يبقى الجانب النفسي أو الذهني أهم بكثير، لأنه لو الفريق كان مرتاح نفسيا فجميع التعليمات التكتيكية والتقنية ستطبق بأحرفها. بالنسبة للمنتخب كافير شفنا أنه كان تفاؤل مبالغ فيه نوعا ما، وهذا كان واضح في التصريحات ديال المدرب أو اللاعبين أنهم كانوا يبالغون، حتى أنهم ضمنوا 6 نقاط مباراة، ثلاث نقاط لمباراة الذهاب وثلاث نقاط لمباراة الإياب. أعتقد أنه هذا هو اللي خلى منتخب كافير يتفاجئ في المباراة، عكس المنتخب الوطني المغربي اللي شفنا أنه هيئ نفسه ذهنيا في المستوى، لأنه التهيئ كان بعقلانية أكثر، كانت تصريحات معقلنة، كانت كذلك تحفيزات معقلنا، كان تهيئ لهذه المباراه. لانه اشنو اللي غادي يخلينا نستنتجوا انه الاعداد النفسي كان في المستوى، هو لما تتشوف واحد الفريق بروح قتاليه، لما تتشوف نكران الذات انه اللاعب يلعب للمجموعه وليس لنفسه، لما تتشوف تواصل ايجابي، التواصل ايجابي بمعنى تحفيز انه اللاعب يحفز لاعب اخر، فهذه كلها بوادر اعطت انه المنتخب الوطني كان مهيئ نفسيا بشكل جيد. حتى فيما يخص العماده، لانه لما تشوف داكوستا هو عميد الفريق، وعلى من؟ على
بوصوفة اللي يلعب اكثر منه في المنتخب، على العربي اللي يلعب اكثر منه في المنتخب، على احمدي اللي يلعب اكثر منه في المنتخب. لما تتشوف بالهندا وامرابط في كرسي البدلاء، لما تتشوف زياش خارج التشكيل الرسمي وما كانش اي احتجاجات اللي ممكن تزعزع استقرار المجموعه، فهذا يوضح ان المنتخب كان مهيئ بشكل جيد. ما نساوش كذلك الدور الكبير اللي قام به مصطفى حجي، لان مصطفى حجي عاشر هذا المنتخب هذا لفتره وعرف عقليه كل لاعب وسهل المهمه على ايرفي رونار. هذا اللي خلانا شفنا انه المنتخب الوطني كان مرتاح، مما خلى انه منتخب كافير يتفاجئ في التنظيم للمنتخب الوطني المغربي. طيب يعني كيف تفسر هذا الارتياح الذهني للاعبي المنتخب المغربي؟ واش في السابق واش الخطاب ديال الزاكي ما كانش كيوصل للاعبين، او الطريقه الجديده ربما لايرفي رونار في التعامل والتواصل مع اللاعبين هي اللي عطات الاكل ديالها؟ ما تنظنش انه ايرفي رونار كان عنده تاثير كبير على اداء المجموعه، بعكس انه المحيط اللي كان دائما مع المنتخب، لانه لما تتشوف مصطفى حجي، لما تتشوف اداري المنتخب، لما تتشوف المكتب الجامعي، الطريقه اللي التفوا بها حول المنتخب الوطني المغربي تيبين لك الارتياح الكبير اللي عند الجميع. ايرفي رونار يمكن قام بعض دي روتوش، ما يمكنش يقوم بعمل كبير في ظرف ثلاث او اربع ايام، ولكن هيئت له الارضيه كانت مهيئه باش يدخل يشتغل، وهذا اللي خلى شفنا ارتياح. حتى ممكن حتى انه اللاعبين ساهموا في هذا الارتياح، لانه على ما اعتقد وكان هذا واضح لا في التصريحات قبل او حتى في البلاغ اللي خرج عند اقاله بدو الزكي، انه كان مشكل في التواصل لا مع الستاف تكنيك او مع اللاعبين. هذا اللي بين انه حتى اللاعبين نفسيا كانوا مرتاحين وبغاو يبرهنوا وبغاو ياكدوا على المستوى التقني الكبير ديالهم، خصوصا انهم تيلعبوا في اكبر الانديه، فكان بالتالي لازم يبينوا للجميع انهم لاعبين كبار. طيب في المقابل شاهدنا في مباراه برايا ان منتخب الكاب فير ومباشره عقب تلقي هدف المنتخب المغربي شاهدنا يعني اللاعبين مصدومين وواقفين في الملعب. واش كتوقع يعني في مباراه الغد يمكن ان يظهر منتخب الكاب فير باكثر شراسه، وهل يمكن ان يخدم ذلك يعني خطط المدرب اوغونا في الاعتماد ربما على الهجمات المرتده؟ شوف، هذا اللي خلاني قلت انه تفاؤل منتخب الكاب فير كان مبالغ فيه، هو انهم ما وجدوش دي سيناريو، لانه انت كمدرب تتوجد دي سيناريو اللي يمكن توقع فيهم في المباراه، انه لو الخصم كان منظم اشنو الطريقه اللي غتعتمد عليها، لو الخصم كان بدفاع متقدم او متاخر، المهم تتوجد بزاف ديال لي سيناريو. منتخب كافير وجد السيناريو واحد، هو الضغط منذ بدايه المباراه، تسجيل اهداف والفوز وياخذ ثلاثه ديال النقاط ديالو. لما دخل وتفاجئ بمنتخب مغربي منظم دفاعيا، هنا كانت صدمه، الصدمه اللي ما فاقش منها، لانه باش تعرفوا ما فاقش ردة الفعل ما كانتش، لانه لما تيدخل واحد الفريق وتيواجه فريق وتلقاه مغاير لذاك لو سيناريو اللي كان متوقع، فتتكون ردة فعل آنية، ما كانتش ردة الفعل. المحتمل والمتوقع هو ردة فعل غتكون غدا، لانه تأخرات ما قدروش يغيروا النهج ديالهم. الآن شافوا المنتخب الوطني المغربي، شافوا الطريقة ديال الأداء ديالو، عرفوا اللاعبين اللي كاينين، عرفوا الامكانيات ديالهم، فحتى هما غادي يوجدوا لهذه المباراه وغادي يوجدوا لكاع لي سيناريو. اذا المباراه ديال الغدا غتكون اصعب من المباراه ديال الذهاب، لانه الكافير غادي يوجد لها كما يجب. نعم، مباراه المغرب والكافير سنعود للحديث عنها بعد قليل في فقره زوم، لكن قبل ان نطوي يعني صفحه تصفيات كاس افريقيا اليوم، عشيه اليوم تجرى مباراه ليبيا والكافير، ستقام المباراه بالقاهره. منتخب الليبي الذي قد يتفق اخيرا حيث يتديل الترتيب بصفر نقطه. المنتخب الليبي عنده صفر نقطه، وكانت مفاجاه الهزيمه ديالو مع ساو تومي، كان فايز 1-0 من بعد تاخر في النتيجه ونهزم هدفين لهدف واحد، مع انه المردود بالنسبه للفريقين ما كانش في المستوى، كان ايقاع بطيء جدا، كانت مباراه ممله، شخصيا تفرجت فيها كانت مباراه ممله. المنتخب الليبي فهذا تحصيل حاصل، لانه تخبط في المشاكل كبيره، ما كاينش دوري، هذا اللي خلاه انه يظهر بهذا المستوى. هذا نتمنى الكره الليبيه ترجع في اقرب وقت ممكن للتوهج ديالها، لانه كانوا دائما عندهم لاعبين في المستوى، بطوله كذلك جيده، ولكن المشاكل السياسيه اللي خلتهم يعيشوا هذه الازمات، اظن انه مباراه تحصيل حاصل، تتبقى انه رد اعتبار الهزيمه اللي انهزموا في المباراه ديال الذهاب. نعم، مباراه ليبيا وساو تومي ستجرى اذا عشيه اليوم ابتداء من الساعه 4:30 بتوقيت غرينتش. قبل ان نواصل مشاهدينا، نتوقف الان لفاصل قصير ثم نعود بعده لاستكمال باقي فقرات عدد اليوم من برنامج ملاعب.
اهلا بكم مشاهدينا في الجزء الثاني من برنامج ملاعب والذي نستهل باخبار البطوله الاحترافيه اتصالات المغرب لكره القدم والمباراتان المؤجلتان اللتان اقيمتا امس الاثنين. البدايه امين قبل ما نبداو نترحموا على ارواح مشجعي فريق الرجاء البيضاوي الذين توفوا امس في حادثه سير لدى اتجاههم صوب فاس من اجل تشجيع فريقهم. وهنا يعود الحديث مره اخرى عن ظروف تنقل مشجعي الفرق في البطوله. ان لله وانا اليه راجعون، ندعو لهم بالغفران والرحمه ان شاء الله، لانه عشنا مآسي كبيره في كره القدم الوطنيه مؤخرا لا فيما يخص شغب او حوادث سير، فنتمنى انه الجمهور يتعقلنا وعنما، لانه مرحله صعيبه تنمر منها، مرحله تغيير عقليه، مرحله لتغيير فكر لا الجمهور ولا اللاعبين ولا المسيرين او المدربين، فنتمنى انه الكل يشارك ونترواو شي شويه ونتسناو ما نزربوش ان شاء الله، لانه احنا في طور التغيير كيف قلت لك الاستراتيجيه الرياضه ديال المغرب، فنتمنى الكل يشارك فيها وما لنا الا نترحموا على ان لله وانا اليه راجعون. تحدثوا الان على المباراه، فريق رجاء البيضاوي تمكن من العوده بنتيجه الفوز وبثلاثه اهداف دون مقابل من قلب ملعب فاس. فريق رجاء البيضاوي يحرز 16 من اصل 18 نقطة ممكنة في مباريات الإياب وهو أفضل فريق منذ العطلة الشتوية. 16 نقطة من 18 و14 هدف اللي سجل، يعني نسبة كبيرة جدا، واستقبل فقط هدف واحد، فأظن أن الرجاء البيضاوي مشى في خط صحيح. تتبقى واحد الملاحظة مهمة جدا وهو الجانب البدني لفريق الرجاء البيضاوي، أنه لو ريتم باش يبدا المباراة هو اللي تنهي به، ما تنشوفوش أنه كاين انخفاض في الإيقاع، ما تنشوفوش عياء على اللاعبين، فتيظهر أنه فريق الرجاء البيضاوي استفاد من المرحلة التوقف في البطولة في المرحلة الشتوية، وقدر أنه يرمم الجانب البدني للاعبين ديالو اللي أصبح من أحسن اللاعبين بدنيا في البطولة الوطنية المغربية. كاين كذلك رباعي اللي أصبح رباعي خطير جدا، وهذا اللي كنا دائما تنهضروا عليه أنه الاستقرار في التشكيلة دائما ما تعطي الأكل ديالو، فالواصلي بابا توندي حافظي قديوي فقدروا أنهم يسجلوا عدد كبير من الأهداف ويشاركوا في صناعة عدد كبير من الأهداف. وسط الميدان مابيدي الراقي شفنا لا في استرداد الكرات او حتى في بناء الهجمات، فدائما ما تيكون عن طريق هاد اللاعبين الاستقرار اللي كاين في الدفاع، لانه فريق رجاء البيضاوي في 5 مباريات استقبل هدف واحد، فتنشوفوا الدور اللي تيقوم به اوال وبانون، زيد عليهم كذلك زنيتي، فاظن انه الرجاء البيضاوي الان وصل لمرحله كبيره في 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 في, في الخبره ديالو او في خبره ديال اللاعبين ديالو اللي انعكست على النتائج. واللمسه ديال المدرب رشيد طوسي اخيرا بانت على مستوى الفريق. بطبيعه الحال، لانه هذه النتائج هذه كلها كاين وراها عمل، عمل اللي قام به رشيد طوسي وعزيز الخياطي، لانه شفنا حتى الطريقه باش بدا تيلعب بها فريق رجاء البيضاوي، رجع لذاك الطابع اللي كان عند الرجاء قديم، ذاك الطابع ديال الكره الفرجويه، وهذا بدا تيظهر. والملاحظه الاساسيه في هذا هو انه طريقه لعب رجاء البيضاوي نفسها داخل الميدان او خارج الميدان بالجمهور وبدون جمهور، فاظن انه الرجاء البيضاوي لقى الطريق الصحيح ديالو. نعم، هزيمه الماس من المتوقع ان تعصف بالمدرب دوني لافاني بعد ساعات من الان، حيث ان هناك اجتماع لمكتب المديري للماس من اجل اقاله المدرب. اظن انه كانت مضيعه للوقت مع دوني لافان، لانه لم يعطي اي اضافه لفريق المغرب الرياضي الفاسي. شفنا انه منذ التحاق المدرب النتائج ما تحسناتش، بل على العكس انه حتى الاداء فما بقاش ذاك الاداء اللي كان عند فريق المغرب الرياضي الفاسي، اداء هجومي، كنا تنشوفوا محاولات كبيره، كنا تنشوفوا تالق ديال الزاهر، تالق ديال بن شرقي، تالق ديال وسام البركه، تالق ديال السكيتيوي، عدد كبير من اللاعبين. النتائج كان هناك، يعني الاداء كان ايجابي جدا وكان مشرف، وكان تيخلق فرص كبيره، وكان دائما ما انه تيحرج الفروق لا داخل الميدان ولا خارج الميدان. الان ففريق المغرب الفاسي فقد حتى ذاك اللمسه الهجوميه ديالو، وشفناه فريق يدافع ورغم ذلك يستقبل اهداف. طيب، نتحدث الان على المباراه الثانيه، فريق المغرب التطواني فاز على الكوكب المراكشي في مباراه من دون جمهور. كيف ترى اولا المستوى التقني لهذا اللقاء؟ مستوى تقني كان لا باس به، لانه كيف تتعرف انه مباراه بدون جمهور فتيغيب على الايقاع، لانه الجمهور هو اللي تيساهم في رفع الايقاع، ايقاع متوسط، ولكن فريق المغرب التطواني كان دائما هو الاقرب للتسجيل بحكم انه في حاجه للنقاط اللي يبقى دائما في المطارده، رغم انه جا واحد هزيمه اللي كانت قاسيه نوعا ما مع الفتح الرباطي، ولكن قدر انه بقوه شخصيه اللاعبين ديالو اللي في عدد كبير من المباريات قدروا انهم يحسموا المباراه في الدقائق الاخيره وبعد المباريات في الوقت بدل ضائع، فاظن انه المغرب التطواني قدر
انه ينافس، والان فهو تحت الصف الثاني مناصفه مع الرجاء، عفوا يمكن 33 نقطه في المركز الثالث. فاظن انه المغرب التطواني سيكون منافس على دوري البطوله هذا الموسم. الكوكب المراكشي لعب باستماته باعتراف مدربه حسن بعلبيشة، اللي في نفس الوقت قال بان فريقه يستحق الهزيمه. انت كمدرب امين، يعني الا ترى ان تصريح كهذا يمكن ان يحطم من معنويات اللاعبين، خصوصا في هذا الظرف وفي هذا التوقيت من الموسم؟ لا اظن، لانه التصريح لما تيكون لوسائل الاعلام ماشي هو التصريح اللي تيكون في غرفه العمليات او غرفه تغيير الملابس عند اللاعبين، لانه دائما الخطاب ما يكون ايجابي للاعبين عكس التصريحات. فاظن انه بن عبيشه ما تنظرش انه غادي يكون هذا التصريح للاعبين ديالو، هذا كان موجه للجمهور. انما الكوكب المراكشي دخل في واحد المرحله ديال تراكم عدد كبير من المباريات، لانه لما تعرف تيلعبوا المنافسه القاريه ومباريات البطوله الوطنيه المغربيه وكذلك مباريات مؤجله فهنا وسفريات، فهنا اللاعبين تيدخلوا في مرحله ديال العياء اللي خصها واحد النوعيه خاصه من العمل البدني والذهني لاعاده النشاط للاعبين. بعجله يعني من فرق اسفل الترتيب، فاس، خريبكا، مراكش، وبدرجه اقل فريق الدفاع الحسني الجديدي، من تراه قد وضع قدما في القسم الثاني؟ لا مازال صعيب على بعد 10 دورات انه نقولوا شكون اللي وضع رجل في القسم الوطني الثاني. ممكن نشوفوا فرق اخرى غير هذه الاربع فرق، لانه كاين فرق اخرى اللي كذلك مهدده، ولكن ممكن خمس دورات الاخيره توضح لنا بالملموس اربع او ثلاث فرق اللي يمكن تنافس على البقاء. نعم، وصلنا الان مشاهدينا لفقره زوم، وفيها سيكون الحديث مره اخرى عن المنتخب الوطني المغربي، لكن هذه المره بشان الاوراق التي قد يعتمد عليها المدرب ايرفي غونار في مباراه الغد بمراكش. إذن استعد المنتخب الوطني لخوض لقاء الإياب ضد المنافس المباشر الرأس الأخضر في تصفية الكان. الناخب الوطني إيرفي غونار، وبعد الفوز في امتحانه الأول قد يحدث بعض لمسات على التشكيلة الأساسية، خاصة في ظل غياب بعض العناصر وإعطاء الفرصة لعناصر أخرى لم تشارك في موقعة الذهاب. مزيد من التفاصيل في تقرير للزميل فيصل الزاكي. بنشوة الانتصار يستعدون، ولتأكيد الصحوة عازمون، ولبلوغ النهائية سائرون، هو ما يطمح إليه المنتخب خلال نزال الإياب ضد الرأس الأخضر في الفصل الثاني من المواجهة. في هذا اللقاء الناخب الوطني الفرنسي إيرفي غونار قد يحدث تغييرات طفيفة على مستوى التشكيلة الأساسية، لكنها تبقى مرتبطة بالأساس بإمكانية مشاركة العميد مهدي بن عطية المصاب خلال تداريب ما قبل لقاء الذهاب، بالإضافة لإمكانية عودة أشرف لزعر كظهير أيسر، وهو ما قد يبعد كلا من عبد الحميد الكوثري ورومان سايس عن خط دفاع الأسود. أوراق رونار التي لم يزج بها في المباراة السابقة والتي من المنتظر أن يتم إقحامها تتمثل في حكيم زياش، فهو لم يشأ المخاطرة باللاعب الزئبقي كون ظروف اللقاء والملعب حتمت على المدرب إشراك لاعبين يتمتعون بقوة بدنية تمكنهم من مجابهة الخصم. مباراة مراكش قد تعرف مشاركة يونس بلهندا حتى يضخ دماء جديدة في خط الوسط مع غياب لاعب الارتداد منير عبادي بسبب حصوله على الإنذار الثاني، أو يتم تعويضه برومان سايس، وبالتالي يتقدم بلهندا إلى الأمام لمساندة خط الهجوم مكان بوصوفا الذي قد يبدأ المباراة من دكة الاحتياط بعد اللقاء الكبير الذي قدمه في الذهاب. أما في خط الهجوم فمكانة القناص يوسف العربي تبدو محجوزة أمام غياب مهاجم يتمتع بتجربة مماثلة لهداف غرناطة الإسبانية. وفي ظل توفر رونار لعناصر مهارية على مستوى خط الوسط الهجومي والأجنحة، قد يلعب الأسود بتوليفة هجومية بدون مهاجم صريح. الامتحان الأول إذن انتهى بنجاح، وفي انتظار تأكيد الفوز الثاني يبقى رهان رونار ضمان التأهل للنهائيات مبكرا لبصم عهد جديد مع المنتخب. أمين، يعني بعد الفوز في مباراة السبت، هل في نظرك إيرفي غونار سيدخل بخطة دفاعية الآن من أجل الحد من خطورة الكافير، أما أنه سيعتمد على نفس خطة مباراة الذهاب؟ صعيب نقولوا انه غادي يدخل بخطه دفاعيه ويلعب على المرتدات، ولكن تيبقى هذا اختيار ديال المدرب، لانه الا جينا نشوفوا المدرب تيبحث دائما على التوازن داخل المجموعه ديالو. الا جينا نشوفوا المباراه ديال الذهاب فغادي نشوفوا 6 على 11 لاعب كانوا بنزعه دفاعيه، و5 على 11 لاعب كانوا بنزعه هجوميه، الحارس المحمدي، الكوتاري، داكوستا،
وسايس هذوك في الدفاع هم اربعه ضرار. زيد عليهم لا ضرار بنزعه هجوميه انا تنهضرك على اللاعبين اللي كانوا بنزعه دفاعيه هم اربعه بليس لي دو ميليو ريكوبيراتور اللي هما عبادي وكذلك احمدي فهنا سته ديال اللاعبين بنزعه دفاعيه فيما يخص اللاعبين اللي كانوا بنزعه هجوميه كاين ضرار كاين بوصوفا كاين العربي كاين طنان وكاين بوفال فهنا واش ممكن نشوفوا المدرب غادي يغير ويلعب بسته ديال اللاعبين بنزعه هجوميه وخمسه بنزعه دفاعيه ممكن هذا نشوفوه علاش قلنا هادشي لانه الكوتاري لعبوا كمدافع ايسر مع العلم انه الكوتاري مدافع وما يمكنش يعطيك الاضافه الهجوميه وهو كان في امس الحاجه لخلق هاد التوازن هذا لانه لو لعب بالزعر اللي بنزعه هجوميه كان ممكن يخلق واحد النوع من عدم توازن فيما يخص الخطوط ويخلق لنا مشكل صحيح. حتى في دفاع المنتخب الوطني المغربي هنا التغيير كذلك ممكن نشوفوه في وسط الميدان لانه وسط الميدان لعب بجوج ديال اللاعبين سنعود للحديث عن وسط الميدان قبل ذلك يعني حراسه المرمى لا جدل فيها محمدينا او محمدي يمكن القول انه ضمن مسبقا رسميته بعد التالق كما قلت التغييرات التي قد تحدث ستكون خاصة في خط الدفاع في استمرار غياب بن عطية فعلا هو بن عطية كاين الغياب ديالو ولكن إلى جينا نشوفوا السايس وداكوسا فهما أداو مباراة في المستوى مباراة كبيرة ديرار من الناحية الهجومية كذلك كان في المستوى الكوتاري اللي ما عطاش إضافة هجومية والآن في مراكش فإحنا محتاجين لمدافع أيسر اللي يمكن يعطي نزعة هجومية ويساند المهاجمين لأنه توقع عودة الزعر يقع اللاعب ديالنا فممكن أنه يكون الزعر كلاعب في المركز الايسر. طيب خط الوسط نعرف ان عبادي سيكون غائبا نظرا لتلقي الانذار الثاني، الا يمكن ان يبعثر ذلك من اوراق المدرب ايرفي اوناخ؟ كاين احتمالات، الاحتمال الاول هو انه يحافظ على نفس النهج بلاعبي ارتكاز ولاعب وسط هجومي وفي مكان العبادي يمكن نشوفوا سايس هو اللي يزيد كوسط ميدان والكوتاري يلعب مع داكوستا ويكون سايس واحمدي وقدامهم بوصوفا او ممكن هذا المثلت يكون مقلوب يعني يكون وسط ميدان واحد ارتكازي اللي هو الاحمدي ويكون لاعبي وسط هجومي يكون سواء بالهندا وبوصوفا او زياش وبوصوفا او زياش وبالهندا فهنا غيبقى عنده الاختيار عند المدرب يختار تريونغل كيف بغى يشوفه خصوصا المساله يعني زياش قد يظهر بشكل رسمي وهنا قد يعوض بوصوفا الذي ظهر بمستوى جيد في مباراه الذهاب فعلا بوصوفا ظهر بمستوى جيد ولكن كاين واحد المعطى اللي هو ديال المده الزمنيه والرحله لانه ما كاينش وقت كبير ما بين المباراه الاولى والمباراه الثانيه وكذلك كانت رحله متعبه هذا تيخلينا نفكروا انه اللاعبين اللي متقدمين نوعا ما في السن كبوصوفا واش ممكن انهم يسترجعوا الطراوه البدنيه ديالهم بسرعه فاذا كان صعيب انه يسترجع الطراوه البدنيه ديالو فممكن انه نشوفوه في كرسي البدلاء ويدخل زياش او بالهندا في المكان ديالو طيب خط الهجوم يوسف العربي ليس لديه يعني منافس حقيقي على هذا المركز الا يؤثر ذلك صراحه على ادائه لا هو قدم مطلوب منه سجل ضربه الجزاء اللي تحت له في مباراه الذهب لكن هناك من يعيب عليه انه يعني ما كيقدمش نفس الاداء كما يقدمه في فريق الفرنسي هو اللي جينا نشوف غير المباراه الماضيه ما كانتش واحد هجمات كثيره اللي يمكن نشوفوا فيها العربي فكان احتياط من المنتخب الوطني المغربي كان الاعتماد على المرتدات الهجوميه اللي كانت دائما من الاطراف عند طنان وعند بوفال هذا اللي خلانا ما شفناش العربي ولكن العربي بذل مجهود كبير فيما يخص الحد من تقدم ديال المدافعين كذلك حتى لي ديفياسيون لما تتكون كرات عاليه فكان دائما ترتقي الراس وتقدر يوصل الكره لطنان او بوفال او حتى بوصوفا اظن انه قام بدور مهم جدا في هذه المباراه هذه وفي اعتقادي انه المدرب غادي يعتمد على نفس الثلاثي والدليل انه تم الاخراج ديالهم بثلاثه في مباراه ديال الذهاب لاراحتهم لمباراه ديال الاياب قبل نختم توقعاتك المباراه الغد يعني النتيجه جوج صفر للمنتخب الوطني المغربي ان شاء الله وذلك ما نتمناه بهذا إذن نصل مشاهدينا لنهاية حلقة اليوم من برنامجكم ملعب شكرا لك أمين شكرا بسام والشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام ولفريق العمل الصحفي والتقني ومخرج حلقة اليوم خالد منديب مزيد من الأخبار الرياضية في مواعيدنا القادمة على موقع القناة www.mediantv.com غدا بإذن الله يلقاكم الزميل عبد الله جعفري في نفس التوقيت لكم مني أجمل تحية وإلى اللقاء